التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ده توجه عام في الدولة المصرية بكافة قطاعاتها. شفنا الخدمات المتعددة اللي بتقدمها منصة مصر الرقمية، واللي بتقدر عن طريقها الحصول على خدمات متعددة بطريقة سهلة مبسطة. كمان تم إطلاق منصة خاصة للذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار حرص مصر على مواكبة معطيات العصر الرقمي والتفاعل مع أهم التكنولوجيات هذا العصر. ده برضه لترسيخ مكانة مصر لتصبح من الرواد في مجال الذكاء الاصطناعي إقليميا وعالميا. المنصة بتضمن تحقيق نقلة نوعية كبرى في هذا المجال. أيضا بتوفر على العاملين والمهتمين بالذكاء الاصطناعي الوقت والجهد في الوصول لأهدافهم، وده الأمر اللي بيدعم جهود مصر في الاستفادة من هذه التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية. ودي التفاصيل اللي هنعرفها أكتر حالا مع ضيفتنا عبر زوم، المهندسة سالي رضوان، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للذكاء الاصطناعي. مهندسة سالي، أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك وأهلا بجميع السادة. مهندسة سالي، أهلا بحضرتك معنا. الحقيقة أنه مع التوسع في تقديم الخدمات المرقمنة، خلينا نقول مركز مصر ارتفع من المرتبة 111 في سنة 2019 لمركز 56 حاليا. احنا كده حققنا طفرة بأكثر من 50 درجة تقريبا في خلال سنوات قليلة، وده الجهد اللي حضراتكم مشكورين يعني ساهمتوا فيه. فإزاي وصلنا ولأين سنصل؟ والله ازاي وصلنا، هي يعني الحمد لله اولا بتضافر جهود جهات كتير الحقيقة. يعني لو ما كانتش الدولة قامت بجهود التحول الرقمي اللي شغالة بقالها حوالي 5 سنين، ما كانش ممكن ان احنا نبني فوقيها جهود تانية للذكاء الاصطناعي. لان زي ما حضرتك عارف، الذكاء الاصطناعي بيعتمد على البيانات، بيعتمد على وجود بنية تحتية قوية، بيعتمد على وجود اصلا تحول رقمي قوي في الدولة عشان تقدر بعد كده تبني فوقيه تطبيقات ذكاء اصطناعي. فدي كانت يعني اهم حاجة ساهمت في تقدمنا في المراكز دي، إضافة إلى وجود طبعا استراتيجية قوية للذكاء الاصطناعي في مصر والعمل على تنفيذها من سنة 2019 لغاية دلوقتي. طيب إلى أين سنصل بعد ما وصلنا للمرتبة 56؟ والله ربنا يسهل. يعني هو احنا الحقيقة لا نعول كثيرا يعني على الرانكينجز دي أو الترتيبات دي. هو المهم إن احنا كدولة وكمواطنين نستفيد من تقنيات الذكاء الاصطناعي. هو ده الحقيقة الهدف الرئيسي للاستراتيجية اللي هي شعارها الذكاء الاصطناعي من أجل التقدم، من أجل التنمية والازدهار. فالهدف إن احنا ندخل الذكاء الاصطناعي في القطاعات التنموية زي الزراعة، زي الصحة، زي الصناعة، زي المدن الذكية، عشان في الآخر تعود بالفايدة على المواطن ونقيم صناعة ذكاء اصطناعي محلية. بعد كده إن شاء الله ده ينعكس بقى في ترتيب مصر ويبقى ترتيب متقدم كمان عن كده، لكن مش ده الهدف في حد ذاته. طب الذكاء الاصطناعي يستخدم في المدن الجديدة مثلا في إيه؟ في الزراعة في إيه؟ في الصناعة في إيه؟ المدن الذكية طبعا قائمة بالأساس على وجود بنية معلوماتية قوية، بنية تحتية من شبكات الاتصالات، وفوقيها بنبتدي نبني تطبيقات للذكاء الاصطناعي. تطبيقات مثلا حاجات زي التوأم الذكي للمدينة. التوأم الذكي ده اللي هو كأني بعمل كوبي أو صورة إلكترونية للمدينة كلها بكل عناصرها، بكل المباني اللي فيها، بكل حتى المرافق والبنية التحتية اللي فيها، بحيث أن أنا أقدر أراقبها طول الوقت. لو حصل فيها أي عطل، حتى قبل ما يحصل العطل ممكن أتنبأ بيه، ممكن أتنبأ بالاختناقات المرورية وأمنعها قبل ما تحصل، ممكن أصلح أي مرفق يكون فيه مشكلة، ممكن أدي للمواطن أبليكيشن تكون معاه تدخله على جميع الخدمات الخاصة بالمدينة، سواء عايز يركن عربيته، عايز يحجز تذكرة مسرح، عايز يتعالج، عايز يعمل أي حاجة، يبقى كل الكلام ده عن طريق الهاتف المحمول، لأن كل الخدمات الخاصة بالمدينة بتبقى متربطة في بعضها. كل التدخل في الأعطال أحيانا زي، احنا شفنا ده بالفعل في العلمين الجديدة، في المنصورة الجديدة، كل التدخلات حتى في الأعطال الخاصة بالكهرباء، بالغاز، بالصرف الصحي، بالمياه، بيتم التدخل سريعا لأنه في ذكاء اصطناعي بيقول إن ادي بالك هنا في مشكلة، تدخل في هذه النقطة تحديدا، مش في نقاط أخرى مثلا. بالظبط كده. وممكن كمان نتنبأ بالأعطال قبل ما تحصل، بحيث ان احنا ما نستناش لما ماسورة مية مثلا تنفجر وتغرق الشارع وتوقف المرور يوم ولا حاجة لغاية ما تتصلح.
احنا ممكن باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي نتنبأ بأنه احتمال كبير يحصل عطل هنا بكرة أو بعد بكرة، فنعمل صيانة استباقية زي ما بنسميها عشان نمنع العطل من أنه هو يحصل أصلا. طب ده بيحصل في المدن الجديدة وفي المدن الذكية الجديدة، عشان كده سميت مدن ذكية. احنا برضو في الزراعة دلوقتي بنوفر شوية في مية الزراعة، فأكيد الذكاء الاصطناعي ليه دور ممكن يقوم بيه. أيضا حتى في الصناعة احنا برضو بنستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في زيارة المنتج وكفاءة المنتج الصناعي المصري. يمكن في قطاع الغزل والنسيج إن شاء الله قريبا هنشوف ده مطبق بشكل كامل. مظبوط كده. الزراعة طبعا من المجالات اللي استخدامات الذكاء الاصطناعي فيها متعددة، وفعلا الواحد يقدر يحس بأهميتها. حضرتك ذكرت ترشيد المياه، احنا دلوقتي بنبتدي نشتغل على مشروع بيحسب بالظبط كمية المياه المطلوبة لري كل رقعة من الأرض الزراعية على حسب نوع المحصول، على حسب درجة نموه، على حسب درجة رطوبة الأرض، إذا كان فيها مية ولا لأ، التربة نفسها شاربة مية ولا لأ، وطبعا على حسب حالة الطقس والتنبؤ بيها، ونقدر نحسب بالظبط إيه كمية المية اللي محتاجين نضيفها كمياه ري بدل ما يبقى فيه هدر كبير في مياه الري. فده تمام. مشروع بنبدأ فيه بالتعاون مع وزارة الزراعة إن شاء الله. مهندسة سالي، احنا في الاطار ده بنزود العنصر البشري وكفاءة العنصر البشري. عندنا دلوقتي مراكز، 5 مراكز في 5 جامعات، في المنصورة، في المنوفية، في المنيا، سوهاج، قنا، وحتى في المحافظات برضو عندنا 5 مراكز في المحافظات، عندنا في الاسماعيلية، اسوان، القاهرة، الجيزة، وحتى في العاصمة الادارية. ده معناه ان احنا عندنا توسع ان شاء الله يشمل كل المحافظات، وان شاء الله يكون عندنا عناصر بشرية اكتر تقود هذا العمل. مظبوط كده، وده من أهم أهداف الاستراتيجية، هو إشراك الشباب في العمل ده. يعني مشاريع المدن الذكية مثلا مش ناويين إن الحكومة هي اللي تقوم بيها لوحدها، بالعكس عن طريق مراكز إبداع مصر الرقمية اللي حضرتك ذكرتها، اللي هي بتوصل ما بين الجامعات وما بين الأماكن أو المحافظات اللي هي موجودة فيها. عاوزين نبتدي نعمل تجارب، نعمل معامل لاختبار التكنولوجيات الجديدة بتاعة المدن الذكية، واللي ينفع فيها نبتدي نحطه على أرض الواقع. فدي هتكون جزء مهم جدا من تقنيات المدن الذكية ومن تنفيذ استراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي بوجه عام. كده بنرجع لفكرة حضرتك الأولانية، احنا مش بندور على الرانك ولا على الترتيب، احنا بندور كيف ننافس نفسنا وكيف نطور نفسنا، وده المهم جدا طبعا. بالظبط كده. بشكر جدا ضيفتنا العزيزة على الهواء عبر تقنية زوم، المهندسة سالي رضوان، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.